بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نظم النادي السباق العاشر لهذا الموسم والذي اشتمل على 8 أشواط، وأقيم على كأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموهما سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وكأس اسطبل العاديات ريسينج وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. وفي ختام السباق تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس شوط العاديات للشوط الثامن إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأسي الشوطين الثاني والسادس إلى المضمر الفائز فوزي ناس، وكأس الشوط الرابع إلى الملك الفائز جاسم محمد أسد، وكأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز جابر رمضان.